بسم الله الرحمن الرحيم. من حي 23 من سيدي عبد الله من العاصمة من أحياء الظل بامتياز، نفتتح احتفالات رسمية شعبية لأول نوفمبر ببرنامج أبشر مازال الدنيا بخير وبحملته الأولى شجرة لكل شهيد، التي هي الآن في كل ولاية الوطن من خنشلة إلى المسيلة إلى البوليدة إلى بجاية. فنحن نقول بهذه الحملة أننا لا ننسى القيم، ومن أهم القيم الوفاء، ومن أهم الوفاء الوفاء للشهداء. فالله يرحم الشهداء، والله يخليها هذه بداية غرس للأمل. حميدة حميدة بالك 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 يا طفلة يا طفلة بالك. حي 23 إن شاء الله مبادرة حسنة مستمرة إن شاء الله، وإن شاء الله الغرس الشجرة تكون صدقة جارية. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن من خلال هذه الحملة وفي هذه الدقيقة بالذات راح نعطي إشارة الانطلاق بتوزيع شجرة مثمرة حتى يثمر معها الأمل، شجرة لكل طفل من هؤلاء الأطفال الموجودين معنا، شجرة لكل أسرة تريد أن تغرس عن أبيها عن جدها عن كل من هو يمثل رمزية في عائلتها، فشجرة لكل شهيد وشجرة لكل أب متوف أو جد، فهي صدقة جارية. ثم توزيع على كل المجمعات السكانية شجرات مثمرة بإذن الله تعالى. هذه بداية والبدايات المشرقة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا درنا هذه المبادرة هذه تاع مليون ونصف مليون شجرة، شرف لينا، ورانا حابين نكرموا الشهداء تاعنا اللي توفى وربي يرحمهم وعلى جال الحرية تاع بلادنا. وان شاء الله ما راحش نحبسوا غير في المبادرة هذه، راح نكملوا مبادرات واحد اخرين ان شاء الله في كل الولايات الجزائر. ونشكروا بزاف رئيس الجمعية السي الخضر بومزروق اللي بادر بزاف هاد الحملة هذه، وإن شاء الله نكملوا ونوفوا بالعهد تاع الشهداء تاعنا. والسلام عليكم.